معانا دلوقتي خلال ابلكيشن زوم صناعة المحتوى الأستاذة إيمان يحيى، اللي هنتكلم معاها عن أهمية الكتابة في حياة النجوم والمشاهير وتوثيق سيرتهم، وهترشح لنا كمان أهم كتب السيرة الذاتية اللي اتكتبت الفترة اللي فاتت. أهلا بحضرتك أستاذة إيمان. أهلا بيكي. أهلا بيكي، منورانا من خلال ابلكيشن زوم. شكرا جدا. الحقيقة أنه السيرة الذاتية يعني بتهم ناس كتيرة جدا، وحياة المشاهير والنجوم كمان بتهم ناس كتيرة جدا. كلميني شوية عن أشهر الكتب اللي اتكتبت عن السيرة الذاتية وحياة المشاهير والنجوم. أنا بس كنت عايزة أقول في الأول أنه توثيق حياة المشاهير والنجوم هي حاجة مهمة، ولكن في جزء كبير من الناس مش بيدركوا أهمية ده، لأنه حياة النجم أو حياة الشخص المشهور هي في الغالب يعني بتتلامس مع حيوات أخرى، يعني دايما بيكون هو ليه علاقة بحياة أشخاص آخرين مؤثرين في المجتمع، أو في المجتمع السياسي، في المجتمع الأدبي. فأنا من خلال حياة الشخص المشهور بقدر أتعرف على كتير من الأسرار، وبقدر أتعرف على حيوات أشخاص آخرين أو حاجات حصلت في المجتمع في عصر معين أو في زمن معين. فاللي بيميز حياتهم إن هي يعني صفة الشهرة وصفة التأثير هي جزء أساسي من شغلهم أو جزء طبعا أساسي من عملهم. يعني ربما أكون أنا شخص ناجح جدا، ولكن الصفتين دول مش متوفرين في شغلي أو في طبيعة عملي. فهنا بيكون توثيق حياة الشخص المشهور مش لمجرد إن أنا أعرض هو كان بيحب إيه وبيكره إيه، الموضوع بيكون أعمق من كده بكتير. صح. فطبعا في يعني في كتب سيرة ذاتية كتير جدا، ويعني الكتب دي بتتناول قصة الكفاح اللي عاشها الشخص المشهور أيا كان بقى مشهور في إيه. يعني مثلا على سبيل المثال في الفن، في من أمتع كتب السيرة الذاتية تشارلي تشابلن. دي سيرة ذاتية غنية جدا، ممتعة جدا، لأن تشابلن هو كان ليه الفضل أصلا في وجود ما يعرف بالنجومية، وجود ما يعرف بأن يبقى فيه اسم معين الناس بتدخل الفيلم مخصوص لأن هو موجود. ده ما كانش موجود قبل وجود تشارلي تشابلن. كان الممثلين إلى حد ما مش ليهم الصفة بتاعت النجم، إن أنا جاي أحضر الفيلم عشان عايز أشوف النجم ده بعينه. في كمان سير ذاتية في مجالات أخرى يعني مهمة جدا، في السياسة مثلا، وفي الكفاح والنضال، زي تشيفارا ومانديلا، وفي كمان هتلر كفاحي، وفي عندنا الرئيس أنور السادات بتاع البحث عن الذات. كل أي دي كتب مهمة جدا، لأن من خلالها بنقدر نعرف أسرارهم وأسرار الناس اللي كانوا في طبعا حياتهم. طبعا، وحكاياتهم وتفاصيلهم والمراحل اللي مروا بيها بالضبط والصعوبات اللي واجهوها. يعني النجم او الانسان المشهور ده فيه في تفاصيل حياته دروس كتير جدا تهمنا على المستوى الانساني، مش بس عن تفاصيله كانسان او كواحد مشهور. بالظبط. هو كتب السير الذاتية هي مش دايما بتتناول أبدا التفاصيل الشخصية اي اللي ممكن تكون ما تهمش كتير من الناس، هي بتتناول موضوعات أعمق من كده بكتير. صح. واحد من الكتب اللي اتكلمت عنها كتير مؤخرا كان كتاب اسمه A Promised Land بتاع أوباما. حتى اسم الكتاب نفسه هو مختارش ان هو يتكلم عن نفسه كأوباما، ولكن هو بيحكي عن حياته جوه البيت الأبيض وحياته ما قبل البيت الأبيض، حلو ونظرته للأمور ازاي اختلفت، ونظرته للحياة ازاي اختلفت حلو وهو مسؤول وهو رئيس دولة عظمى زي أمريكا، ولما كان لسه شخص عادي زي أي مواطن أمريكي. فده كله مهم ان انا أعرفه. مذكرات جولدا مائير واحدة من أهم السير الذاتية اللي يجب قراءتها، لأنه أنا لازم أشوف الناس دي بتشوف نفسها إزاي، بتعبر عن نفسها إزاي. جميل. طيب عايزه اتكلم معاكي عن فكره انه السيره الذاتيه او كتب السيره الذاتيه بشكل عام محققه مبيعات كبيره جدا الفتره اللي فاتت. يعني احنا رصدنا الحقيقه يمكن في البست سيلر كتير من الكتب اللي بنعرضها في البست سيلر عندنا بتبقى سيره ذاتيه، فواضح انه بجد السيره الذاتيه بتهم شخصيات كتير وبتهم قراء كتيره جدا. طبعا، لانه دايما الشخص اللي تحت الاضواء
هو بيكون مثير لفضول الآخرين، ايوه حياته عاملة ازاي، ازاي بقى ناجح، ازاي بقى مشهور، ازاي قدر ان هو يوصل للمكانة دي، هل الموضوع سهل ولا صعب، طب كان بيمر بإيه في حياته، بيتعامل مع مين في حياته. يعني في واحد برضو من أهم كتب السيرة الذاتية بتاع ستيف جوبز، ده كتاب مهم جدا، أينشتاين ده كتاب مهم جدا. لازم أعرف الناس دي كانت بتفكر إزاي، إيه اللي خلاه مميز، إيه اللي خلاه مشهور، إيه اللي خلاه معروف. طبعا طب هل هو كانت ظروف حياته أفضل من ظروف حياتي، ولا هو قدر يتغلب على صعاب معينة وقدر يتغلب على صح حاجات معينة عشان يقدر يوصل للي هو وصل. صحيح. أنا بشكرك أستاذة إيمان يحيى على وجودك معانا النهاردة من خلال أبليكيشن زوم، نورتينا.